نعم صلاح، الأجواء كما تشاهد خلفي لا يزال المعتصم مستمر، أو الاعتصام هنا في جامعة إيرفاين بولاية كاليفورنيا. المعتصمون يستمرون في مطالبهم الأساسية، وهي قطع العلاقات مع الشركات الإسرائيلية التي يشتبه في ارتباطها بدعم السلاح الإسرائيلي الذي يدمر غزة، وكذلك صلاح الضغط على الجهة السياسية، نتحدث عن الإدارة الأمريكية، من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة. وبالتالي المطالب مستمرة، الاعتصام ليل نهار مستمر هنا في جامعة إيرفاين على غرار عديد الجامعات الأمريكية التي تشهد نفس الحال. جامعة إيرفاين أصدرت بيان يمكن القول أنه فيه نقاط إيجابية، لكنه كذلك فيه نوع من الإشارة إلى نقاط أخرى. الإيجابي فيه هو أنه شكرت الطلبة على يعني تظاهرهم السلمي وعلى ابتعادهم عن العنف، لكنها في ذات السياق قالت أن الجامعة هي مؤسسة تعليمية لا يمكن أن يعني تنضم لجهة على حساب جهة أخرى، على ولا يمكن أن تكون طرفا مع هذا أو ذاك، وأنها تحترم جميع الحريات وجميع المعتقدات، وأنها كذلك لا تقبل المساس بما سمته أو الدخول في معاداة السامية. لكنها قالت أن بعض المطالب إذا كان الطلبة لم يرفعوا من سقف مطالبهم كان يمكنها أن تستجيب وتسير على نفس النهج الذي سارت عليه ريفرسايد، وهي جامعة هنا في ولاية كاليفورنيا استجابت للطلبة. إذن صلاح، ما يمكن القول هو أنه لا تزال لغة الحكمة حاضرة هنا في جامعة إيرفاين، ناهيك على أن اللوبي الداعم لحكومة بنيامين نتنياهو يضغط أكثر وضد هذه الاعتصامات، لأنها تشكل ثقل وعبء قوي على حكومة بنيامين نتنياهو، وتشكل كذلك الضغط على رواية الحكومة الإسرائيلية. وبالتالي يحاول هذا اللوبي التخلص من هذه الاعتصامات بأي طريقة. يحاول البعض أن يتسلل إلى هذه الاعتصامات ويتهم الطلبة بالعنف، لكن الشرطة الأمريكية هنا على الأقل في جامعة إيرفاين يقظة جدا، وأي شخص حاول التسلل أو حاول الاشتباك مع الطلبة يتم توقيفه مباشرة. وبالتالي إلى حدود الساعة يمكن القول أن الرسالة بشأن غزة على المستوى السلمي مقبولة، لكنها في ذات الوقت هناك تحذيرات من الجامعة ألا تسيس تلك الرسائل وألا تمس كذلك بحقوق الطلبة اليهود داخل هذه الجامعة. أشكرك، شكرا جزيلا لك محمد الفنيش مراسل الغد، كنت معنا من كاليفورنيا. شكرا.